أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحقيقة نشكر الأحبة في مركز التنمية على هذا الجهود المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا ولهم النية وأن يبلغهم ما يقصدون. وأقول مثل هذه اللقاءات جميل أن الشاب يتخول نفسه دائما لبحث مثل هذه الأماكن، فبعض الشباب خلاص عنده يعني نظام واحد في حياته، استراحة، دوران، أشياء من القبيل هذا، ويبعد نفسه عن مواطن الخير. لابد للإنسان أن يبحث عن مواطن الخير. فمثل هذا اللقاء، لقاء فيه أنس وفيه سعة صدر وفيها كذا، وبدون إن صحت العبارة بدون ذنوب. فمتى يتهيأ لنا مكان فيه أنس وضحك وعلى ما يسمونه فرفشة وكذا، وبدون إيش؟ دائما فيها نوع من الغفلة، فيها نوع من المعاصي. لكن لما استحضر الشاب أنه لازم أبحث عن صحبة تعينني على الخير، فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد. العنوان كما وصلكم يا أحبة هو قصص واقعية من حياة اليومية. فهيئات الأمر معروف أنها عن المنكر تواجه في كل يوم أشياء غريبة وعجيبة، وتواجه في الميدان أشياء حساسة، وتدخل ويغوص، يعني تغوص مراكز الهيئات، يعني شاءوا أم أبوا إلى أوساط البيوت، شاءوا أم أبوا إلى أوساط البيوت من حيث لا يشعروا. فثقة الناس بهذا الجهاز المبارك، تجد أن الولي الأمر يتصل ويطلب من أعضاء الهيئة مساعدة لحل مشكلة أسرية أو يعني مشكلة جنائية أو غيرها، تجد أنه يجد الثقة والراحة في هذا الأمر. وأقول أحبتي في الله، لا بد للإنسان أن يستشعر على أي أساس قامت هيئة الأمر المعروف عن المنكر. قامت على أساس شرعي وعظيم جدا، وهو قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة، يعني ما في خيرية لهذه الأمة إلا أمتنا نحن هذه. بسبب ماذا؟ بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا زال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصبحنا في هذه الخيرية أم لا؟ لا. وإذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما قال الهيئة، ما قال جهات الهيئة، ما قال المشايخ، قال كنتم خير أمة. وكل واحد منا فرد من أفراد الأمة، ويجب على الإنسان أن يستشعر ويستحضر دائما أنني عضو هيئة، أو أنني ممن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف، أو يأمر بالمعروف وينكر المنكر. فتسعى دائما أخي الحبيب إلى أن تبحث على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبله وطرقه الصحيحة. ومراكز الهيئة مفتوحة أبوابها في أي وقت تريد أن تبلغ عن قضية، تريد أن تستشيرهم في قضية. بعض الشباب عنده تصور أنه مركز الهيئة لو أدخل عليهم الآن وأقول لهم مثلا عندي مشكلة فلانية، قالوا امسكوه وحولوا للشرطة، قالوا خلاص أنت بلغتنا عن قضية. لا، مو صحيح يا أخوان. في أناس يحضرون إلى مراكز الهيئات والله الذي لا إله غيره معه حشيش. بعضهم يحضر ومعه أشياء يعني ما تتخيلوا، بعضهم يحضر ومعه فتاة، وحصلت عدة قضايا من بعض الشاب اللي أنب ضميره حتى أنه ذهب وأحضر. طبعا الفتاة قد تكون هاربة من أهلها وكذا، ثم يأتي ويحضر هذه الفتاة إلى مركز الهيئة. فأنا أقول استشعار الإنسان أنني فرد في هذا المجتمع وأستطيع أن أنجو بهذه السفينة، هذا أمر مهم جدا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، ثم قال في آخر الآية: كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فحلت علينا اللعنة. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أن المنكر يا أخواني في وسطنا الآن يدور ولا ينكر المنكر، فأقول هذه مصيبة عظيمة جدا. فلا بد للإنسان أن ينكر المنكر أيا كان.
وحديث إنكار المنكر على المراتب اللي هو باللسان، ومن من يعرف درجة المنكر إنكار المنكر يا إخوان؟ أول شيء باليد ولا باللسان؟ باليد ثم بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من الإنسان أن ينكر المنكر. وأنا أقول يا إخوان، ما وصلنا إلى مرحلة القلب، ما وصلنا إلى مرحلة الإنسان ينكر المنكر بقلبه. الحمد لله مراكز الآية مفتوحة، مراكز الشرط موجودة، الدوريات موجودة. بعض الأحيان تصير في منكر معين، أنا في مراكز الآية ما حد يرد، أرفع السماعة على الدوريات وأبلغ الدوريات الموقع الفلاني فيه الأمر الفلاني، يجون الدوريات يباشرون القضية هذه، وأنكرت أنا المنكر الذي أمامي. وأقول أيها الأحبة، قبل أن أبدأ في سرد بعض القصص التي لها هدف ولها مغزى، أقول تذكر أيها الشاب قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كيف احفظ الله يحفظك؟ كيف احفظ الله سبحانه وتعالى؟ لما يقرأها الإنسان بمجردها يستغرب، كيف احفظ؟ تحفظ الله سبحانه وتعالى في كل شيء، تحفظ الله سبحانه وتعالى في جوارحك ألا تعصي بها، تحفظ الله سبحانه وتعالى في عباداتك بأن تواظب عليها، تحفظ الله سبحانه وتعالى في طاعتك لوالديك، تحفظ الله سبحانه وتعالى بعدم معصيته في الخلوات. يبحث الإنسان دائما عن حفظ الله سبحانه وتعالى. وش النتيجة يا إخوان؟ النتيجة مجربة ومعروفة، هو صلاح الإنسان في مستقبل حياته، صلاح ذريتك، صلاحك أنت، توفيق الله سبحانه وتعالى، البركة في حياتك. إذا وفق الإنسان وحفظه الله سبحانه وتعالى بارك له في حياته. ثم أقول أيها الأحبة، ويمكن يعني الشيخ أبو حنان يعني سبق أنه يعني استضاف من تكلم عن صاحب المعصية أنه ذليل، وصاحب المعصية إنسان دائما يواجه شيء كبير جدا من الضيق ومن الضنك، مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. والله يا أحبة، ما مر علي في مراكز الهيئات شاب سألته وهو مقبوض في قضية، وقلت له: كيف تجد نفسك؟ هل تتلذذ بالمعصية؟ يقول: والله أنها لذة ساعة وساعتين، ثم تبقى حسرة والله يوم يومين ثلاثة وأسبوع حسب حياة القلب. في ناس لا، في ناس قلبه أصلا منتهي، قلبه مغلف، ما عنده استقبال، ما عنده استشعار، كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالكوزي. كيف؟ كالكوزي مجخية، مثل الكاس، قلبت الكاس بالشكل هذا صبيته، ينفع؟ ما ينفع. لا ينكر منكر ولا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، خلاص ما فيه، ما يستقبل لا وصادر ولا والد. هذا إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة أصبحت المعصية عنده والطاعة سواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من هذه المرحلة. ثم أقول أيها الأحبة ويا شبابنا، المعاكسات بلي فيها كثير من شبابنا، بل لا يخلو شاب من معاكسة عن طريق الإنترنت، عن طريق الواتساب، عن طريق البيبي، عن طريق قبل نقول يمكن عن طريق الماسنجر والماسنجر ومن هالقبيل. تجد كل شاب له علاقة بواحدة اثنتين ثلاثة أربعة. وأقول أيها الأحبة، نقطة ضعها في بالك وضعها في مخيلتك أيها الشاب، قلبك ما زال غض وطني، إن عبيته من هالأمور هذه ترى صعبة مستقبلا أن تزيل. بعض الشباب وش عنده نظرية؟ يقول لك: أنا أتعرف على بنت وبنبسط أنا وياها، أنا عمري 17 18 19 20 21، أتعرفني على بنت وجلس أنا وياها سنة سنتين ثلاث أربع، ثم لا جاء وقت الزواج خلاص تركته. يحسبه مثل الطبون هذا أو المفيش، أنه أوف أن لا،
لا وربي لن تستطيع أن تتخلص من هذا الأمر بتاتا. وكم من القضايا العالقة في مراكز الهيئات لأناس أعمارهم 50 و55 و60 سنة. بل والله أيها الأحبة قبضنا على شاب، على رجل يبلغ من العمر 64 سنة في مركز السوق، معه فتاة عمرها 24 سنة. كم الفارق إخوان؟ كم الفارق؟ 40 سنة. يوم هي تمهد وهو عمره 40 سنة، يوم هي تمهد هي وهو عمره 40 سنة. لكن يا أحباب لما سألنا عن هذا الشايب بعدين سألت عنه من بعيد البعيد، قالوا من قديم الزمان والرجل كان مشتهر عنه بس ما كنا نرى عليه شيء. تسمعون بعض الأحيان الآن تقولون والله فلان هذا الرجل هذا ترى الرجال هذا راعي بزلان، ولا هذا الرجال راعي بنات، ولا هذا الرجال راعي شراب، ولا الرجال هذا راعي حبوب. مستتر هو مستتر، لكن لما يقولون راعي بنات ما هو باين لنا، لأنه مو راح يجر له بنته يشيلها قدامه ويتفنن ويتفاخر، لأن ما فيها فخر، ويعلم هو أن ما فيها فخر، لكن تعلق قلبه من الصغر على هذا الأمر. فبدأ بالنظرة، نزل للنخيل مع أهله وبدأ يجلب عيونه بالمرضية النحيفة وبالمرضية السمينة وبالبنت اللي متكحلة. ولما تجي لما تسلم عليها تقول يا شاب غض طرفك عن النظر، يقول لك يا أخي هذولي أكرمكم الله إن صحة العبارة، يطرح عبارات يقول مثلا هذه بنت مثلا منتهية أو عبارة أشد منها يقولها، ما يهمك أنت اترك البنت المنتهية، انظر قلبك أنت، لا تغرق قلبك في مثل هذه الأمور. فأقول ذلك الرجل اللي قبض عمره 64 سنة، رجل ثاني كذلك قبضناه في رمضان في عام 1425، رجل كبير في السن عمره قرابة 70 وصاحبه بالستينات تقريبا، قبضوا أكرمكم الله عند أحد المومسات عند جرارة من الجرارات يا أخوان 70 سنة. والله الذي لا إله غيره أنه الأخوان ماسكينه بيديه شايلينه يعني يهادونه، كانت تهادي جدك الآن 70 سنة. وكان في قرية من القرى بعيدة عنا حول قرابة يعني مسافة يعني قصر، فسألت عنه مركز الهيئة اللي هناك، فقالوا هذا الرجل من يومه شاب وعليه الاستفهام لكن ما قدروا نمسك عليه شيء. ولذلك تعلق قلبه بهذا الأمر، أن أصبح إنسان لا يستطيع أن يخرج هذا الأمر من قلبه. وأنا أقول يا شباب ليست المعاكسات أف كما يتصور كثير من الشباب، لا كبرت بعقل، لا كبرت بترك، هتزوجت لا بنت الحلال لما تتزوجها الشيطان لن يجملها في عينك لأنك صاحب معاكسات في السابق. وأذكر إحدى الحادثات أو إحدى القضايا التي يعني باشرناها في مركز السوق في سنة من السنوات، حضر لنا يعني شاب في تمام الساعة تقريبا 8، رجل شاب زقرتي، وقال يا جماعة الخير أنا عندي يعني مشكلة مع أخوي، وحنا نعاني من قضية يعني سرقات بالبيت، والرجل بهذل بنا وسبب لنا مشاكل وسبب لنا كذا، فطيب وش المطلوب الآن وش اللي عنده؟ قال الرجل الآن بالبيت يجي يعني يسرق مثلا من خواتي أو من بنات خواتي الصغيرات، يفك اللي هو سوارته أو يفك مثلا خاتمة أو يفك سلسالة وينحاش من بيته، يقول له 3 أيام 4 أيام ثم يجي يطيح بالمجلس هذا، ينام ويأكل ويشرب عند أهلي ثم ينحاش. فك المكيفات وسرقهن وانحاش، فك سرق ذهب أمه وانحاش. وش القضية؟ مخدرات؟ لا ليست مخدرات، لأنه مباشرة بيتبادر لذهنك أنه مخدرات، لأنه ما يسرق ولا يحاول أن يسرق الذهب ويسرق هذا ويبيع كرامته إلا صاحب المخدرات. لا، هذا شاب يا إخواني معاكس. كيف بدأت حياته؟ ذهبنا للشاب وكان في المجلس ونايم، دخلنا عليه وإذا هو بلباس النوم، بعد أن أخذنا الإجراءات النظامية فكان يغط في نوم عميق جدا، فقلت للإخوان خلوه حتى ننتهي من تفتيش الغرفة اللي كان فيها. فتشنا الغرفة، بدنا نرفع الكنب ونرفعه يا أخوان، وجدنا قصاصات من القرآن، وجدنا قصاصات أذكار محطوطة تحت، يعني ليبيا يقلط عندهم يجلس على مسألة المصحف. انظر كيف وصلت الحال. فتشنا أخذنا كل ما وجدناه يخص القضية أو يخص موضوع هذا الشاب، وشلناه إلى مركز الهيئة. فلما دخلنا مركز الهيئة وجلسنا مع الشاب،
بدأت أتكلم معه بهدوء. الرجل سارح ويتكلم بكلام يعني في نوع من الحدة وفي نوع من الغلظة ولا يعطينا وجه يعني بالعربي. فبدأت أتحدث معه بهدوء، فتبين لي أن الرجل غير طبيعي وأنه خارج إنسان صح التعبير أو خارج التغذية في هذا الموضوع. فتبين لي أنه أن الرجل قد عمل له سحر. فبدأ الإخوان بالقراءة، وليست مراكز الهيئات مهيئة للقراءة، ولكن بعض الأحيان تضطر مراكز الهيئة للقراءة في قضايا لاستخراج الحقائق أو استخراج بعض الأمور التي ينبني عليها بعض الإجراءات. فبعد أن بدأ الإخوان يقرؤون، بدأ الرجل يتلوى إخوان تلوية يمسك بطنه ويصيح صياح غريب جدا ويلعن الله كذا ويسوي بكم يفعل بكم يترك بكم وكذا. وبدأ الإخوان يتناوبون على قضية القراءة فترة، فكان يعني يصحي ويرجع يعني نوعا ما لصوابه ويتكلم بهدوء ويقول أبغى الشيخ أروح لأمه، فيجلب إلى المكتب ويجلس معي فأتحدث معه حديث فيه نوع من الهدوء. وش سالفة كانت وش؟ فواحد من الأخوان كان صوته جهوري، يعني ما ودي أسبب حنان مثل حناتنا لجة يعني عندنا بالمركز، فكان يقرأ على هذا الرجال. فهذا صاحبنا أنا ساكن الباب بس ما ينفع تصك الباب ولا ما تصك الباب، فأنا أصك الباب وأجلس مع الرجال لأنه كان في لحظة نسميه حنا صفاء ممكن يعطيني بعض الأشياء. فأصك الباب وأجلس أنا وياه أباخذ وش السالفة اللي صايرة بينه وبين يعني أو بينه وبين أهله. فكان صاحبنا يمر من عند الباب ويرد يا فلان يا بسيب، فيسمعون مباشرة الله يلعن مدري إيش يلعن من لعن صاحبنا مباشرة، يقلب على الموجة الثانية ينتقل من الصحو إلى العالم الآخر وهو عالم تلبس الجن والشياطين. اجتهد الأخوان في القراءة، ربطوا بحد القراء بعد أن تبينت لنا حالته. يا إخواني جلس معي جلسة صفا وتكلم معي كلام مبكي يا إخواني، والله ما تتخيلون أن إنسان حباه الله سبحانه وتعالى بعقل وحباه الله سبحانه وتعالى بنعمة الالتزام والصلاح والتربية أنه يلجأ إلى مثل هؤلاء أو هذه الأوحى. يقول هذا الشاب، يقول تعرفت على فتاة في السوق الداخلي، يقول رميت عليها رقم وتعرفت علي ورديت واتصلت صار بيننا بين حديث. طال الحديث، طلبت اللقاء، قابلتها في السوق الداخلي مرة أو مرتين، ثم طلبت مني اللقاء خارج السوق. فيقول طبعا لم أتردد في قبول العرض، خرجت أنا وياه مرة في سيارتي وبقيت أنا وياه مدة ساعة ثم رديت على السوق. ثم يقول قابلتها مرة أخرى، يقول مرة الأخيرة قالت لي أباك تجي لما نستراحة معنا. قال كيف أجي الاستراحة؟ قال ما عليك الاستراحة مهيئة وجيدة ولا يعني لا تخاف. يقول فتحاملت على نفسي وانطلقت إلى الاستراحة. يقول فتحت لي باب خلفي للاستراحة، يقول فدخلت وكان هذا الباب يدخل على زي الملحق الداخلي مباشرة. فيقول دخلت الملحق وبقيت معها ليلة كاملة. يقول أكرمكم الله، يعني حصل بيني وبينها ما حصل بين الرجل وزوجته من زنا ومن غيرها. ثم يقول يا شيخ خبري بالعافية، أعطتها باور هاوس يقول مفتوح وفيه نصف. يقول شربت الباور هاوس ثم بعدها دخلت في عالم آخر. ويحدثني الآن بعد ما إيش انفك منه جزء كبير جدا لله الحمد من السحر. يقول أصبحت يا شيخ خاتم في أصبعه، يقول تلعب فيني لعب والله ما تتخيل. يقول تتصل علي، هي من سكان الرياض تجي من بريدة بعض الأحيان، يقول تتصل علي بعض الأحيان وتقول لي يا شيخ أنا، تقول لي الآن أبغاك تنطلق للشرقية ولو وصلت الشرقية تدق علي من تلفون من كابينة الشرقية عشان أدري أنك وصلت الشرقية. يقول فعلا أوصل الشرقية والله وأدق عليها من تلفون ومن كابينة من الشرقية. يقول ثم تقول لي خلاص انتظر خمس ثلاث ساعات أربع ساعات واتصل بك.
يقول تزرع بالشارع، يقول ادور بالشرقيه ما عندي، روح اجي واروح اجي، يقول زين هبولك وبالشوارع لا لي شغل ولا كذا. يقول بتتصل بتقول خلاص تعلم الرياض، يقول اجي للرياض، اوصل الرياض الان تقول دق على يمين كبينه، يقول دق على يمين كبينه، تقول خلاص بكره الصبح بيتصل بجده، يقول والله امشي مثلي مثل منقاد مثل العنز، يقول ما اقول لا. يقول بعض الاحيان تطلب مني طلبات مثل حاجه تزعل علي، بعض الاحيان تقول لي مثلا وفر لي مال، وفر لي كذا، وفر لي، ما استطيع، فاضطر اني ايش؟ اسرق مكيف، اسرق مثلا ذهب من اختي، من خالتي، من اختي، من بنت اختي الصغيره، من كذا. يقول تنسلب عندي جوانب الرحمه وتنتهي عندي جوانب الانسانيه لكي البي رغبه هذه الفتاه. يقول في احد المرات تماثلت امام اهلي اني خلاص واني بعقل واني بسوي وبفعل وصير رجال. يقول فراحوا وشروا لي فرد، ويحدثني اخوه طبعا بالفرد، هذه سالفه الفرد هذه. يقول شرينا له فرد قيمتها قرابه 27,000. يقول نقلناه باسمه كله حرصا على مساله ايش؟ انه ينهض من هالعالم اللي هو عايش فيه. يقول فوالله العظيم يا شيخ يوم انقلبوا باسمه سلموا مفاتيحه ودق سلف للرياض وادخل على المعارض مباشره. يقول ربك اول معرض قلت شلون السياره؟ قال ابي نشريها. قال ب 15. قلت اعطوني قروش، اعطوني قروش بسرعه. يقول اكتبوا لي شيء. قلت لا لا لا، تعطونا كاش ولا بمشي؟ قال لا لا نعطيك كاش. وجمعون بسرعه، ما صدقوا خبرش. قالوا هذا سكران اكيد جاي الان، سياره تسوى له مكسب 10,000 اقل شيء. يقول فاخذت ال 15,000 طلعت وشرت التاكسي وركبت معه. وين رحت؟ رحت للاحياء الجميله اللي بالمنازل، شريت ببغاء ب 7,000 ريال لانه تبيه الحبيبه، حبيبته تبيه. يقول شريت ببغاء ب 7,000 ريال. يقول وانطلقت لما شبك الببغاء مني باللوموزين، وقفت عند بيته. انا ما جاء الاذن من سموه حتى اني اتجهت لما واعطيتها الببغاء، سلمتها الببغاء. قالت لي مبلغ واعطيها 4,000 ريال وارجع بالباقي معي. يقول رجعت، لا يقول بقيت في شقه مفروشه قريبه من بيتهم. يقول جلست بقيت في الشقه هذه مده تقريبا 4 أيام او 5 أيام، مستاجر على حسابي طبعا، تجي لمي تردد علي. يقول لعبت في اعصابي لعب، فلما صحى يا اخواني لعنها تلعين ويدعي عليها دعاء، ولكن اقول له مثل يداك اوكتا وفوك نفخ، انت الذي اخترت هذا الطريق. فاقول ايها الاحبه لا يلزم، لا يلزم ان يسحر الانسان في المعاكسه، لا يلزم الانسان ان يسحر، قد يسحر قلبه اشد من السحر العام. السحر العام يا شباب، السحر اللي هو مربوط يستطيع ان يفك بالقراءه، لكن السحر اللي هو سحر القلب هو الذي لا يستطيع الانسان ان يفكه. فانا اقول يا احبتي يجب للانسان ان يخضع او ينتبه لهذه النقطه. فاقول دائما للشاب الذي يريد المعاكسه او يفكر في فتاه ان يعاكسها او يكلم فتاه، اقول والله ستجني ما حصلت، والله ستجني ما زرعت، والله ستجني ما زرعت. والشواهد كثيرة جدا. شاب قبضنا عليه في مركز السوق وكان عمره اليوم يعني الشاب في ثالث ثانوي، كان الشاب فيه نوع من الوسامة، وكان واجه في بلتث أول ما طلع البلوتوث في بلتث عند الحسون. فقبضنا على الشاب وشلناه من المركز، وقاوم مقاومة شديدة جدا وضرب العسكري وضرب، حولناه للشرطة. الشاهد أنه هذا الشاب تواصلنا معه بطريقة أو بآخر، حولناه للشرطة ثم سحبنا قضيته فيما بعد لإصلاحه ومحاولة إصلاحه. اجتهدنا في قضية دعوته، وكان جوال معه جوال الدمعة أول ما طلع جوال الدمعة، وكان فيه مقاطع أكرمكم الله خالعة سينكس وكذا. فكنا بنحول الجوال يعني لإدارة الإعلام أو وزارة الإعلام، فحفظنا الموضوع عندنا. فقلنا له خلاص تجي تستلم جوالك من عند مركز الأحياء. فاتصل بي عدة اتصالات، اتصل بي مرة وقال خلاص أنا إن شاء الله بإذن الله الشيخ بجي بكرة أستلم جوال. قلت خلاص الله يحييك، كان عاصر أنا موجود. جاء العاصر ما شفت أحد، انقطع الرجل شهر كامل. ثم اتصل بي
قال لي شيخ أنا انشغلت وكذا وأبشرك، اسمعوا، قال أبشرك شيخ إني بتزوج، ويعلم الله إني فرحت، لأن ظروفه العائلية سيئة جدا، والده متوفى وزوجته أجنبية ووالدته أجنبية ولا يعد في البلد، وضعه الأسري سيء للغاية. فلما قال لي يعني خطبت بالشيخ شيخ فرحت فرح شديد جدا، أنا أعرف ظروفه، فقلت له من وين؟ قال خطبت شابة من غير هذا البلد، أردنية الجنسية، ملتزمة ومستقيمة وحافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومدرسة في أحد دور التحفيظ. يعلم الله أنه زاد سروري مرتين، لأنه شاب بحاجة إلى امرأة تكون عاقلة تقف معه وقفة جادة. وقال يا شيخ إني تعرف عاد الزواج، ومن الزواج بجي أخذ الجوال عشان أبيعه وأشتري فيه بعض الأشياء. قلت الله يحييك، الجوال غير اللي كان ممضي، تعال استلم الجوال. قال خلاص يا أخوان، يسكر الجوال ويجلس لحول 20 يوم أو كذا ما جاء. فاتصل لي مرة ثالثة، قلت له يا أخي وش قصتك أنت؟ ترى جوالك لما جيت ترى بكسره. فقال لا لا بجي إن شاء الله بكرة إن شاء الله بستلمه بإذن الله، وبشرك إني بديت أأثث الآن بيتي وكذا. فقلت له ما شاء الله، أنا برجع يوم قال من زوجتي الفلانة الأردنية أو كذا حطوا عندها في خط وسنرجع لها بعد شوي. في يوم جلمني أو اتصل بالاتصال الأخير قلت له ما شاء الله عسى نفس ربعك الأولين زوجك السابق. قال لا والله خطبت من عائلة فلان الفلاني في المكان الفلاني. قلت عساهم إن شاء الله الفتاة مستقيمة وملتزمة. قال لا أبشرك الحمد لله والوضع طيب. فقلت الله يوفقك وسددك. فجاء من بكرة واستلم جواله وبدأ يأثر فعلا. جاب يا أخوان كرت الزواج لي بالمركز، جاب الوكيل وقال ترى عازمكم على زواجي في بعد تقريبا قرابة 3 أسابيع. قلت خير إن شاء الله. دارت الأيام، اتصلوا بالشباب المركز وقالوا يا شيخ قبضنا على شاب جاي من منطقة الرياض، جاي يقابل فتاة عند الجامعة الكبيرة. وتفاجأ كيف الآن أنتم؟ فقالت يا شيخ تكفون استروا علي، والله العظيم إني أجهز لزواجي، أقسم بالله إني أجهز لزواجي. قلت طيب كيف يا امرأة أنت الآن تجهزين لزواجك وتخونين زوجك الآن تبحثين عن رجل بالحرام؟ قالت والله إن هذا كان هو اللقاء الختامي بيني وبين هذا الرجل، وكانت هدية المقدمة تثمن ب1200 ريال تقريبا اللي جايبها، ذهب وعطورات ومدريش وشكل على شكل قلب حب ومن القبيل. فيا شيخ وبدأت تبكي، فقلنا خير إن شاء الله بنشوف. سألنا عن العائلة وسألنا عن البيت وسألنا عن والدها، ولو رجل فاضل ورجل يعني مستقيم ورجل يعني نحسب الله حسيبه إلى حد ما، يعني حسب ما نعرفه بشكله الظاهر. الشاهد أيها الأحبة في حديثنا أن الفتاة لما قرب الوضع قالت أنا أجهز زواجي، زواجي ما بقي عليه إلا الآن أسبوع تقريبا، أسبوع خلصوني، يعني إيش تسوون بي أنتم الآن؟ هل أنتم تتنادوني؟ هل أنتم تعلمون أبوي؟ هل أنتم كذا؟ هل هل هل؟ وزوجي شكاك، والله يا أخوان هذا هو الحاصل، وزوجي شكاك، زوجي هو فلان ابن فلان الفلاني. من هو؟ وصاحبنا صاحبنا صاحب الجوال. والله أن الأمر نزل علينا كالصاعقة. طبعا هذا الشاب نفسه، هذا الشاب كان عند علي في المكتب أو على المكتب كان في بلاغ موجود عندي باسمه فقط، يعني زي ما نقول مثلا اسم مثلا مشهور، أو نقول مثلا إبراهيم البراهيم مثلا، يعني الاسم معروف يعني، أو بالأصح مو معروف لكن يعني بين الاسم. فكان اسمه على الماصة عندي بلاغ أنه هذا صاحب البلاغ، هذا الرجل اللي اسمه فلان بن فلان أنه يدخل على فتاة في المكان الفلاني. فلما قبضناه المرة السابقة في المعاكسة قلنا له أنت لك علاقة؟ قال لا، أنكر هذا الأمر. نعود لزوجته،
فلما قالت أني زوجة فلان ابن فلان، وإنه بعض الحين يجي لمنا عقب ما عقد بعد ما عقد يأتي لمهم بالبيت بعض الحين زيارة وكذا، تقول فلما تتصلون أنتم هو يتصل أحد ولا أرد من باب احترام الزوج، تقول يشك يقول ليش ما تردين؟ ليش؟ وش عندك؟ أكيد الناس فيك كالآد. هذا استفهام، وهذا نحط عنده خط مع الخط السابق عشان عندكم مش السبب. فيا أحبتي أعطيكم من هذه القصة درس، أنه كما تدين تدان، ودقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. فكما تدين تدان، فكما تعمل ببنات الناس سيعمل ببناتك. وأنا أقول لما الشاب هذا أنا أعرف من الشاب ومن أهله أنهم مستقيمين وفيهم استقامة والتزام، وذلك سبحان الله صار الانتقام ممن؟ صار الانتقام من زوجته. فأقول للشباب انتبهوا، سيكون هناك حساب. ثم بني هذا الشاب بالشك، أصبح يشك، يدخل على بيته لو مثلا زوجتي مثلا من باب الاحترام ما ترد أو تخلي الجوال صامت أو مثلا كذا من باب الاحترام، تجد أنها يقول إيه أكيد أنها تعاكس، أكيد أنها تكلم لها الرجال، لأنه هو زرع قلبه على المعاكسة. كذلك من القصص اللي يعني تدمي القلب أيها الأحبة وأقولها على عجب، ورد المركز بلاغ من عائلة قالوا من بنتنا يعني أكرمكم الله فعل فيها فاحشة من حيث لا نشعر، بطريقة وحشية وبطريقة سيئة جدا. كيف؟ قالوا أنه يعني فيه فتاة هذه جلسنا معها، فقالت أن هذا في رجال بدأ راسلني وقال أنت لابستن كذا أنت لابستن كذا. طبعا تبيننا فيما بعد لها زميلة وصاحبة، الزميلة هذه هي من تخبر هذا الشاب عن لبسها وعن كذا وعن كذا، فكانت تتصل، كانت البنت ساذجة غبية فيها نوع من ال... فكانت تقول لها مثلا وش اليوم عندكم عزيمة ما شاء الله، هي ما شاء الله وش لبستي أساك لبستي تنورة ديت الحمراء ولا؟ قالت لا والله لبست التنورة اللي شريتها من محل فلاني. قالت لي اللي لونها أزرق إيه ما ممتاز. سكرت سماع، تتصل الشاب بعد نص ساعة وساعة وترى تلبس بلوزة كذا وتنورة كذا، فبدأت تصله يا بنت أنت الآن تلبسين اللبس الفلاني، والله العظيم وعندي صورة لسه الحين، صور لبسة هذا الحين معي وحاطتن على شفايز كذا وحاطتن كذا وحاطتن كذا وحاطتن كذا. فبدأ يهدد هذه الفتاة ساذجة، الفتاة قالت ترى ما طلعتي معي أو ما استجبتي لي ترى يا بسبب. ففعلا خرج انتهت العزيمة اللي عندهم، جاء الرجال للبيت. من وين جاي يا أخوان؟ من عرعر. جاء لما البيت وصفت له توصيف حتى وصل للبيت وقال له الآن فمقفلة الأبواب، مقفلة أبواب البيت الخارجية، فسهل لها حتى قفزت. بيتهم فيه نوع من المزرعة مهجورة وكذا. يا أخوان جينا للموقع والله الذي لا إله غيره وتيدى له الجبين، حتى أنه الخبيث ما حط ولا فرشة، عمل بها الفاحشة في التراب، وتشوف كيف أثر التراب وأثر. يا أخوان هذه القصة لا تتعدى الشاب العاقل الذي قلبه حي إلا يعلم أنه دقة بدقة ولو زدتها أزال السقة. كل إنسان له أخت، كل إنسان له سيكون له في المستقبل زوجة، فكما تريد أن تكون زوجتك احفظ محارم المسلمين. لا تقول هذه خبيثة، هذه بنت من مضبوطة، هذه بنت أكرمكم الله إن صحت العبارة يطرح عليها بعض العبارات أو يسميها بعض التسميات. لا، هذه من محارم المسلمين، محارم الله جل وعلا. فإذا انتقضت هذه المحارم فاعلم أنك انتخبت محرم من محارم الله سبحانه وتعالى. فأقول أيها الأحبة لا بد أن يكون الشاب قريب من أهله. كيف ذلك يا شباب؟ من منا الآن، أنتم الآن يا شباب كل واحد اللي معه هاي لبس خمارتين واللي معه كابي واللي معه ذي بربع واللي معه مدري وشو واللي معه سيارة، وشغلنا بالليل وبالنهار تغبير وغسل وتغليل وغسل وتضليل وفك تضليل وما ادري وش يسمونه اللي تحت جلي جلي وما جلي وما ادري وش وتنميه وشغل. يعني لو اهتم لو اعطى الشاب لاهله ساعه، واقول جربوها يا شباب،
أقول أنت شاب واجب أن تكون على قدر من المسؤولية، لا تجعل لأختك لذئب من الذئاب أن يفترس أخت من أخواتك بهادف الانشغال في أمور ليست أهم من عرضك. فوالله كم من شاب حضر إلينا وهو يبكي بكى مريض ويقول والله لو أشتري حياتي، أشتريه مقابل حياتي، أشتري عرضي مقابل حياتي. أقول هيهات هيهات هذا الكلام، الكلام هذا من أول يوم أنه بيدك، لكن الحين تجاوزت المرحلة. فأنا أقول من منا فكر يوم من الأيام أنه يأخذ أهله، يأخذ أخته، خواته، ثلاثة، اثنتين، أربع، يشيلهم يقول والله مشينا، أنا بروح أنا وياكم نأخذ عصير من المحل الفلاني ونطلع من بزاوية لمكان. مستحيل، بل بعض كثير من الشباب يستنكر هذا التصرف، يقول لا أنا الحمد لله أشيل أختي فاضي لها عسى يتحمل أودي المدرسة والجامعة، بعد غصب علي لو حصل لي بعد خليت تروح رجل خلت تروح رجل. لا يا أحبة، هذه شعرة وجهك، هذه إن حافظت عليها، حافظت على هالجرة هذه حتى تخرج إلى زوجها وهي محفوظة مصونة مكنونة، أبشر بالخير. وأنا أقول لا بد الإنسان يفكر، لا تجعل لأختك مجال أن تفضفض لي الفتاة السيئة في المدرسة. كم من فتاة يا شباب سيئة تستطيع أن توفر للفتاة ماذا تريد. قبضنا على فتاة بالاختبارات الماضية هذه في أسواق النخيل، شالها صاحب سيارة جمس وضيع نماذج وراح، راح الرجال رجع بعد يمكن 5 ساعات أو 4 ساعات. يوم قبضنا عليه على البنت وسألنا، قالت أنا والله الذي لا إله غيره حتى الجوال ما معي جوال، حتى الجوال ما معي جوال، أبوي ما معه يا إخوان بلاك بيري، كيف جبتي بلاك بيري؟ قالت زميلتي في المدرسة الكلية هي من أهدتني هذا الجوال البلاك بيري وأهدتني معه شاب آخر، اختارت لي شاب حلو وسيم زي أبو حنان وقالت له ها، قالت إن هذا الإنسان هو عريس المستقبل وهو رجل فتى أحلام و فلعب عليها هذا الشاب واستحوذ عليها وقام بإخراجها من أهلها ومن حشمتها وحيائها إلى أرض الربيلة. فأقول وصية لإخواني الشباب، يجب أن يتحمل الإنسان أهله، ويجب أن يتحمل الإنسان أخته، ويجب الإنسان يتحمل والدته. يا أخوان ألاحظ أنا مثلا بعض الشباب يتحمل زملائه، لو واحد من زملائه يستنخيه ويقول تكفى يا فلان بنقرا استراحتنا، بنقرا ناقلين شرينا استاجرنا استراحة بالمسار الفلاني تكفى ونبنقرا استراحتنا ونبي تكفى الحياة، بس الله لا يهينك، أبشر الله بسعادتك يا أبونا، طق له الصدر ويجلس معه 4 ساعات 5 ساعات ما يقول أح. لكن أختي تبي شارع المشاغل 10 دقائق، الله يقلعكم ويقلع ما ادري وشو، اشغلتونا وكل يوم بالسوق انتم ما ادري وشو. يا اخوان يجب ان يكون واسع الخاطر واسع الصدر، لانه لا تلجي اختك الى انها تبحث عن شخص تهيض عنده وتفتح عنده اسارير، لان اخوه مو بيمه، ابوه مو بيمه، ابوه باستراحه ولا بتجارته، واخوه مشهور بجلي وبتضليل وبتخبير، ما فاضي لي ولا فاضي كذا، انا فاضي اني اطرد بروحي واروح عشر مالي. لا، يجب ان يكون لك وقت ان تحفظ اخواتك، تخرج. بعض الشباب عنده يقول والله ابشرك انا ما بقصر يا شيخ، والله العظيم اني اروح استاجر لهم مخيم بالطرفيه واجدعهم بالطرفيه واجي لهم بعصره المغرب. خوش رجل، خوش رجل، لا تضحكون يا اخوان، موجوده والله العظيم موجوده، وكثير من الناس يا أخوان يراها أنها مرجلة، وإني أنا معطي لهذه حريته. يوم السبت الماضي القريب هذا اتصل بشاب وقال الآن الشيخ شيء ما يطاق، أنا أشوف لبنات وراها دبابات وراها شباب وراها سيارات الطريق، والله أنا تخيلت أن ما لنا أحد، توقعت أنها ضايعات، فجيت أنا الموقع وفعلا شاهدت بعيني سيارتي الخاصة، شاهدت بعيني الواقع مو معقول، 3 دبابات ويدور الظلام ويجونها شباب ويستهبل، واحد راقب فوق سيارته يقول له والله يا بنت انت ما تستحين على وجهك، من العصر وانا عندك ما اعطيتيني وجه يا اخي، يعني من العصر تفاجات انا، يعني هذه معلومه جديده عندي الان عن البنت، لان من العصر وتدور بالدباب وين اهلها. فتفاجات انه في خيمه ورحت للخيمه سلمك الله، والقى كشان يا اخوان مو كبير
مو كبير، عمره تقريبا اقول 35 34، شاب الضوء من الحلال وحاط الرواق ومتكي ونظر الشرع العام. والله ما ادري عن يصير ورا الخيمه شيء غريب جدا يا اخوان. فانا اقول يا شباب لا لا افراط ولا تفريط، انا ما اتجه للاماكن هذه الحساسه او الاماكن السيئه هذه واقول والله، لكن او بعض الشباب يقول والله بالنخيل. بعض البنات عندها نوع من التفلت، تجي اختي لابسه البنطلون ولابسه والله عباه ضيقه ولابسه المكياج وحاطه المكياج وحاطه كذا، ثم ايش؟ والله يلا ودنا للسوق، بسم الله اركبي وكبه بالسوق على اي حال كانت. وش تسوي؟ اختي ساعتين ثلاث ما يهمنا. انا لا مو صحيح. كم من فتاه قبض عليها في مراكز الهيئات اهلها اجواد واهلها ناس صالحين كانت بغفله. الفتاه اللي قلت لكم اعطاها الشاب البلاك بيري يا اخوان دخلت بكيس ودخلت المصلى النساء وغيرت ملابسها وطلعت. والدها يوم جاي استلمها من عند مركز الهيئه اقسم بالله انه انصدم. قال والله الذي لا اله غيره اموت ولا اشوف بنتي تلبس هذا اللباس. لكن يا اخوان من اللي علم هذه الفتاه المعاكسه؟ من اللي علم الفتاه هذه المعاكسه؟ ولدت وهي تعرف المعاكسه؟ لا، لكنها نشات يوم وصلت عمرها 17 18 16، عرفت معنى الحب وعرفت معنى المصارحه وعرفت معنى الهدايا. والله اخوها الحميدي مشغول، وش فيه؟ الا اللي قلت لكم قبل شوي، ما فكر يوم من الايام ياخذ ساعه في الاسبوعين، في الاسبوع مثلا ساعتين اخذ اختي. يا اخي ايش المانع يا اخي؟ اخذ خواتي الثنتين الصغار اقول يلا مشينا بنروح نتمشى، اروح وهو مطعمهم عن طريق الملك عبد العزيز مرمهم على البرج، شفت البرج هذا ترى هذا فوق ومطعم، ومر على الحديقه وشفت الحديقه هذه حديقه لا، ومر بهم ما يمنع اخوه اتمشى انا وياهم ومر محل عصير. انا ادري ان كثير من الشباب لو بيطبق الشيء ذا بتقول امه بسم الله على وليدي ايش جاب؟ ايش جاب وليدي؟ بسم الله على وليدي. يعني تواصل مساله تبي تمشى بالعساك وتجيب لنا خبز بس يا رجال ما نبي منك تمشي. وهذا واقع ترى يا شباب، لكن انا اقول اذا فتحنا جسور مع اهلنا قطعنا الطرق على اهل الحرام انهم يبحثون ويصطادون من الماء العكر. وكم من شاب، كم من شاب سلط نفسه وسخر نفسه مثل ما ان اخوانكم الان في مركز التنميه سخروا انفسهم لمثل هذه اللقاءات. والله الذي لا اله غيره ان هناك من غزا علم الفساد وسعى سعي جاهد وحثيث الى ان يوقع بنات المسلمين. وقبضنا على شاب في جواله 1430 رسالة يا اخوان. العلاقات اللي له مع البنات قرابه 46 فتاة. يتراوح ما بين عجوز ام 45 وام 50 سنة اي والله الى فتاة عمرها 17 سنة. حتى ان بعض البنات يعني حملت من سفاح واجهض حملها. فانا اقول فيه اناس يا اخوان يصطادون بالماء العكر. هذه المراه الكبيره لما اتصلت عليها وذكرتها بالله جل وعلا بدات تبكي بكاء يا اخوان صوتها مو بصوت الصغيره. فقالت انا عمري قرابه اتناوش 50 سنة، كيف يا امي تقعين في هذا الامر؟ قالت الشيطان وبعد زوجي عني وبعد أولادي عني. ما عندها أحد. من منا يا شباب يعطي أمه كلمة طيبة، يعود أمه على الكلام الطيب؟ يا أخوان من البر ترى أني أعطي أختي وأمي الكلام الحسن اللطيف. يا أخوان الرسائل بيننا الواتساب الحين ببلاش، الواتساب الآن ببلاش. ما يمنع أني أكتب لي عبارة، أترك العبارات المعروفة ذي، لا أنا أكتب عبارة من إنشائي أنا، أختي فلانة كم أنا معجب بأخلاقك، كم أنا معجب بأدبك، كم أنا معجب بكذا، كم أنا أرى فيك كذا كذا. ثم ترسله، أرسل لأمك، امدح أمك، قل والله أنت أمه مزيونة وأنت أمه ما مثلس ما شاء الله، والله أتوقع أبوي ما يلقى زي منك. ما يمنع. أنا أقول الرجل لابد أو الشاب لابد أن يستشعر أنه جزء في هذا المجتمع وجزء في إصلاح هذا المجتمع. أختم ب هذه النقطة وهي أن كثير من الشباب يعلم أن أصحابهم بالاستراحة لهم علاقة ببنات ويجون. اليوم الصباح الإخوان قبضوا على قضية بنتين مع شابين في استراحة طلعت من الكلية وأهلهم ما يدرون وزميلهم الثاني يدري عنهم وجاي يتنافض خايف أنهم يضفونه الهيئة معهم أو يضفونه هيئة التحقيق والإدعاء العام. وأقول له خسئت،
إذا أنت خايف من الهيئة ولا خفت من الله سبحانه وتعالى ولا خفت على محال المسلمين فأقول خسئت والله أن ليس في قلبك رحمة أن تعلم أن زملائك الآن يدخلون بنات الآن بالاستراحة وتسكت. وكثير من الشباب يأتي إلى مركز الهيئة ويقول يا أخوان زملائي الآن يجيبون بنت للاستراحة وأنا أبلغكم من باب براءة الذمة، ولكن لي شرط أنكم تقبضونهم وتسترونهم. شرطي يا أخوان، ترى يا أخوان الهيئة ما يأكل بشؤونك، يقول لك تعال أنت الحين علمتنا، الحين ما تطلع علمتنا علمنا، لا هو صحيح، لا ما علق في ذمتنا شيء، ما علق في ذمتنا شيء. كذلك إذا تعرف من شاب زميل لك معاكس، تعرف أنه معاكس له علاقات مع بنات، اذهب إلى مركز الهيئة وادخل على مدير التوعية والتوجيه، اسمع مدير التوعية والتوجيه في أي مركز من المراكز واجلس معه وقل أنا أريدك أن تأتي تنصح زملائي في الاستراحة، أريدك أن كذا، نسق مع الأخوان في التنمية أبو حنان والشباب ما يقصرون أنهم يأتون للمناصحة زملائنا في الاستراحة. الشاهد إني ما أسكت عن هذا المنكر، وإن سكت فأنت مشارك له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعصم قلوبنا وإياكم أيها الأحبة من هذا الفساد، ويعيننا وإياكم على حفظ محارم المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جميل. الأخ يقول لي الخطوط اللي قلتها بالقصة ولا علمتنا عنها. الخط الأول، الخط الثاني اللي قلت لكم عنه اللي هو الشكوك والظنون، يصبح الإنسان شاك دائما بشكوك وظنون. الخط الأول اللي هي الشابة الأردنية اللي خطبها أنها ليس كفء لها، ولذلك دقة بدقة ولا زدت على هذا السقف. فهذه الفتاة ملتزمة ومستقيمة، فأنت لا تستحقها أيها الشاب، فصرف الله سبحانه وتعالى عنها، لأنها أكيد أنها صلت بالليل ودعت يا رب إن كان في هذا الزوج خير وصلاح وتقى فيا ربي يسره لي، وإن كان فيه شر فاصرفه عني. فيمكن الله استجاب عنها دعوة هذه الفتاة الملتزمة ومستقيمة، وصرف عنها ذلك الشاب المعاكس. الشاب اللي كان البلاغ اللي موجود، أنا أقول إن ثبت فنقول هذا عقاب له، كما أنه عبث بمحارم المسلمين فهناك من عبث بمحارمك أنت، وعبث بأشد وحدة وهي زوجتك، أم عيالك ستكون في المستقبل. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.